طبعا والله اشكرهم على جهدهم وابداعهم تميزهم. انا اليوم معجب جدا في المتسابقين اللي يصنع مثل هالشيء. سوى له لوكيشن جديد، اخذ له زاويه، حط فيها جلسه مخصصه، جمع اخوياه، استضافهم، بعضهم رتب الجلسه. الا سلمى. الا من؟ سلمى. ليه؟ ما يحبوني. ما جمعهم في اللوكيشنات؟ والله ما يحبوني. لا تحلف يا فهد. والله ما يسلمون علي. من هم؟ هذه المجموعه اللي كانت كلهم. اول شيء يعني كان مع سلمان صديقين محمد المفرح وعلي عساف. طيب هل شوف بغض النظر انا بالنسبه لي في مساله مثلا تدشين لوكيشن او تدشين شيء او تدشين منتج او تدشين او افتتح محلي في البرنامج، ماني مجبر اني احضر بالجميع. ربما ان عندي فكره معينه وسيناريو ارسمه اني ابغى فلان وفلان وفلان اشخاص معينين، رسم سيناريو معين، مو لازم الجميع. تمام، احسنت. سلم ما سلم عليه هذا شأن يخص فيه، لكن هل يحب ولا ما يحب انا ما ادري على اللي فيه. لا أحيان. هل ظهر شيء على الشاشه؟ نعم. غير قصه نعم. حد في البارت. شوف انت كلامك منطقي يا سلام. انت ممكن تدشن الجلسه هذه تدعي سلطان ما تدعيني، الجلسه اللي عقبها تدعي سلطان ما تدعيني، بس الثالثه لا في لا لازم اديك ثالثه فيها. انا اشوف انه لازم. صح ولا لا؟ ممكن ما هو بلازم يشاركون مع كله. صح ولا لا؟ بين المشاركه والدعوه تقريبا بس بعضهم ممكن يسقط سهوا. ذوق ثلاث مرات تسقط سهوا؟ والله لو انك المحفظه حقتك فيها 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 شلع كذا قدره تسقط الامور كلها سهوا، يعني ذاكرتك فيها فراغ، فيها ثقب اسود تسقط سهوا. ايش ذا السقوط؟ هذا سقوط مظلي مو سقوط سهوا والله العظيم. هذه اسقاطه. هذه اسقاطه. ابغى 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 سبب واحد لعدم حضور سلمان ملحي لافتتاح الدوار الاول، دوار العجه وديوانيه ابو صلوح. والجلسه الثالثه ايش اسمها؟ جلسه بخور السوق ثلاث مرات. لا 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 ايش اسم الجلسه الاخيره؟ لا بخور السوق كان موجود. ذكرني الجلسه. لا كان هو واقف بيصفق ويبكي على الاطلال هناك بينهم 10 متر. لا مو كورونا، ايام كورونا والله يعيدها، كان بعد مترين. ليش مو 10 متر؟ انت ليش كنك حكم راي عادل امتار؟ هو كان في اللوكيشن الكلوز ظاهر، فهمت؟ ايوه اكيد يا علي علي علي، هو لازم يكون في اللوكيشن. فين يروح؟ يروح فوق الجبل؟ فين يروح؟ انا فاهم قصدك، بس السؤال الاعظم انت كيف حكمت انه والله ما يحبوه؟ ايوه علي، لو كان انا قلت لك انت كلامك منطقي، لو كان مره بس مرتين وثلاث واربع خاتم اليوم في جلسه الخيمه. فين الموضوع؟ الموضوع اين هي الحقيقه الغايه؟ ممكن سلمان كان نايم لانه والمره الاولى قرار اغلاق الغرف. ليه ما يكون التقصير من سلمان؟ يمكن ما حضر. اي حتى لو ما دعوني انا، لا شفت خوي فاتح جلسه بجيها. اخي صل عندي بي، انا ما ابغاك وانت بجيك. دقيقه تجيني انت نشبك. لا 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 انا في البرنامج. انا وانت ما في محلك هذا. لا انا ادري البرنامج محل الجميع. لا دقيقه. لا انا مسوي لك كذا. بتصير طيب بتصير انت ذكي. انا بس بقول انا ما احبك لا تجيني وبروح وخلي الهواء عندي وانت تجلس في الغرفه. خطا. خلك انت عندك عزه. انا انسان عندي عزه نفسي اخواني يا اخوان. ما ابغى اروح عنده يخطي علي دنعه زي المره الاولى. لا ما هم مخطئين. نسينا المره الاولى وصلت للشلاليب ووصلت للاخطاء اللي ما تصلح. طيب والله خلاص ذكي مره واحده. المفترض ان احنا سوينا صلح. خلاص نصلح. والله ليجي. ما راح. والله ليجي. ما راح. خلني ابادر بطيب. بجي. لا ممكن الخطأ من سلمان. وبجيب هدية. بجي انا. بقول هذا من فريق الدعم. بجيب ابتكار انه انا الزين. بجيب اللي فحم. جلسة الخيمة. انا لست. بجيب وجار. صح. بجيب لأي شيء. ناقة. انا لست واقفا بصف احد، انا اقرا المشهد واحل له واقول الحمد لله. كلنا نقرا المشهد. احنا لا تحس ان ندافع. اي بس لا تنظر المشهد بزاوية. كلنا نقرا. اي انت تقرا بزاوية انا بقرا بزاوية. كنا في زوايا، فاهم؟ خلنا نلعب ركنيه اللي تبغاه اخوك، سوي اللي تبغاه. بس انت تقول انهم يكرهوا، بس على قرائن ذكرتها. نعم. انا ذكرت قرائني، قلت ممكن رجل طالع مستشفى. تحليلات. يا سلام، احنا نحلل. وانا اقول بعد ممكن الخطا مثلا، ممكن الخطا من سلمان. ممكن يا اخي جلسه، انا في برنامج، انا اشوف الشخص اللي ما يحضر ممكن هو الشخص المخطئ. ممكن الخطا انا اقدر احضر. ممكن من الاعداد. صح، ممكن الاعداد كم نادي سلمان. كيف من الاعداد؟ دقيقه، كيف من الاعداد؟ ممكن الاعداد نادي سلمان وقتها في اجتماع. فالإعداد أخطأ في اختيار الوقت. اها. أخطأ المرة الأولى، وأخطأ المرة الثانية، وأخطأ المرة الثالثة. عشان كذا. هل الإعداد مشارك في هالمشكلة؟ عشان كذا نقول للمتسابق لا يسلم نفسه أحيانا. ما هو بلازم إذا نادوني الإعداد أروح. صح. ليه أروح؟ خاصة إذا صار معدي أبغاك عندي إذا في شيء رسمي تم. سلام. مخالفة شيء، ما هو بشرط. تعال يا أخي اطلع من الجلسة، أنا أبغاك. ماني بجايك، أنا عندي 12 ساعة بعد أتفاهم معي. سلام عليك. عادي. والله عادي. فانا هل اشوف ممكن سلمان له يدعي هذه الحاجات؟ يعني هو قبل الفقره تقريبا قبل الفقره تقريبا بعشر دقائق الساعه بالضبط، عشان اكون واضح الساعه 12:30
يعني قبل الفقرة بدقائق معدودة كان جالس مع نفسه ويحادث نفسه يذكر الوحدة التي يشعر بها. وحدة ليه؟ يرسل رسائل مبطنة أن أخوياه ضده، أن العداد ضده، أنه محروم من المتجر، أنه أقصي إقصاء تام خارج المنافسة. وين المقطع؟ توه ذا الحين شوفه جالس أتابعنا. اها طب هنا ندرس من زاويه اخرى نحلل برضو كذلك تحليل اخر. هل هو ياتي بمثل استعطاف؟ هل الاستعطاف ينجح مع الجمهور؟ طيب التساؤل الاهم للاسف التساؤل الاهم والمهم، هل الاستعطاف ينفع مع الجمهور بعيدا عن اسم المتسابق؟ للاسف اذا انا سويت اني وحيد واني جالس العقلاني لا 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 ما ادري الى متى. طيب العقلاني الجمهور السواد الاعظم منه عاطفي، تلعب عليهم العاطفه. نعم حتى الدليل المتسابق يخطئ ثم يخطئ ثم يخطئ ثم يخطئ إلين يجيك بطن أخطاء، ثم يأتي ويبكي بدمعتين فيضحك على الجمهور فيصفق له الجمهور ويحضر سبيساته. ولا الأصح أنه أن الجمهور لا تغرنه دموع التماسيح التي تدور ويعمل له أنفله ها ويعمل له أنفله. نعم صحيح ولا يحضر سبيساته صحيح. ولا يدعمه بتمر ولا قلوب ولا ورد ولا شيء ولا شان أقول كوبوي ولا شيء ها ويبلك بثوثه نعم وتويتشاته نعم صحيح نعم نعم لأن في واحد من الشباب اليوم احنا نشك انه كذاب نعم رجاله ما هي مكسرة نعم كذاب في وجهه نعم طاري عادي جدا تروح مستشفى صديق 50 ريال جب على طاري لب الرجل صديق هو أصلا مو جبر شو ما غلفه كذا من بعيد صور على طاريها إحنا نبغى نستفسر وين الإشاعة والعيادة اللي راجعتها العذر الطبي أقولك شيء وين العذر الطبي على طاري الإصابات دقيقة علي دقيقة جميل. دقيقة جميل عندنا إدواردو مصاب إدواردو مصاب صانع اللعب حقه مصاب يعني أقل شيء من الكسر كم غياب شهر صانع اللعب الأحول إلى نهاية البرنامج صانع اللعب اللي ما يعرف يشوت على الباب هذا غايب إلى نهاية البرنامج فعلنا نبغى الإيصال حق المراجع فاتورة لازم نروح شيء لازم شيء السؤال ها. شوف جميل شوف العتيبي شوف شوف جميل العتيبي يقول سلمان لهي يقول سلمان لهي اسمح لي اسمع التصريح الجبار يا سلمان لهي شو يقول يقول ما حد يسولف معي ولا يسمعني أين أنت يا محمد المفرح يعني هذا ربط يعني سلمان ربط شخصية محمد المفرح خلاص طلع محمد مات الآن هو يقول أين أنت يا محمد المفرح هذا يدري أن البقية وثاء أن البقية يعني كالفراش المنتشر في القرية يعني كلهم في تيه كلهم في فلك هذه مشكلة لما تسوي ليه ما يكون ليه ما يكون هو اللي ضيع مثلا أداءه خلاص طلع محمد إلى متى طيب خلاص خوياك شوف الأيام هذه الذيب بيعرف كيف ينجح بيعرف كيف يذب الريال والله طبعاً خير. أنت قلت كلمة قبل شو قلت الآن الواحد بياخذ قسمه نصيب من الكيكة. فعلياً ترى الآن الأيام هذه يبدأ الحصاد خلال 60 يوم الماضية. أنت إحنا الآن يوم وصلنا يمكن فوق 56 يوم خلاص أقبلنا على 60 ثلثي البرنامج راح باقي ثلث. فأنت الآن وصلت مرحلة قطف الثمار من ناحية البرنامج. السلام. وصلت الجمهور. إذا ما وصلت الجمهور خلال 60 يوم المشكلة فيك أنت. طيب. ما في أي قبول ما في أي ممكن تشوف لك أي مشروع آخر إعلامي أي شيء معد أي شيء آخر. يب. الحادث الثانية هذه مشكلة برامج الواقع لما أنت تحد نفسك على واحد.